كشفت تقارير أمريكية قائمة بأكبر ثروات الرؤساء العرب، وتصدر القائمة الرئيس الليبي معمر القذافي بثروة وصلت إلى 82 مليار دولار، تلاه في الترتيب الرئيس المصري حسني مبارك بثروة تقدر بنحو 40 مليار دولار. واستنادا للمعلومات، فإن ثروة الزعيم الليبي معمر القذافي المقدرة ب 82 مليار دولار تساوي أكثر من 3 أضعاف ميزانية ليبيا لعام 2011، والتي بلغت نحو 22 مليارا و400 مليون دولار. وبحسب بحث عن الأمن الغذائي العربي، فإن واردات الوطن العربي من الغذاء سنويا تتراوح بين 20 و25 مليار دولار، مما يعني أن ثروة القذافي تكفي بسد حاجة سكان الوطن العربي من مستوردات الغذاء بين 3 و4 سنوات. السوريون المقيمون في ليبيا